دي نقطة لازم نأكد عليها. القاسي والداني كل العالم بيعرف ان 25 يناير هو ده يوم الثورة المصرية. كلمة واحدة، دعوة انصار السيسي للنزول الى ميدان التحرير من اي طرف، سواء من وزير الداخلية او من السيسي او من الحكومة، هي دعوة للاقتطال الشعبي يتحملوا مسؤوليته. هم عارفين كويس انه قوى الثورة نازلة ميدان التحرير للتظاهر في هذا اليوم لرفع مطالب الثورة، مطالب الثورة 25 يناير. وبالتالي اذا دعوا الى نزول انصار السيسي اللي بيرفعوا مطالب مختلفة تماما وكليا ماشي، ومطالب معادية لثورة يناير، فهي دعوة منهم لاقتطال شعبي يتحملوا مسؤوليته تماما ومسؤوليه كل نقطه دم. احنا هو بناكد على تصريح وزير الداخليه وطالع وبشكل واضح جدا. وزير الداخليه بيقول اللي هينزل يحتفل بثوره يناير وينزل يحتفل بنعم للاستفتاء على الدستور، قوى الداخليه هتبقى مسخره لحمايته، في حين ان اي صوت معارض او اي قوى معارضه للنظام وهتنزل تقول دوت في 25 يناير هيتم قمعها. ده واضح جدا في التصريح بتاع وزير الداخليه.